أبا أنا ضروري أجي للمحل يومية العصرية هنا، اللهم صل على محمد وعلى محمد باليمنى. ما شاء الله، لا عاشت ديهم والله. هلو هلو، الله يساعدكم. ها مصطفى، مصطفى تعالوا 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 تعالوا، بجيب هذا البوكس، جيبه جيبه. انت تعرفه، انت تعرفه شنو 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 هو هذا؟ تعالوا 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 جيبه هذا. شحنته من بغداد وصل، اخذته انت سيد بعد دشمون. هذا ما صار شلون، انت حتى انت وجهك يلمع يا وجهي، طقيت النظاره بهذا النانو. هي طقه طقه بالنانو. ما بعد دشمون، لا تعال 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 تعال، ذكرتني علي. يعني الشغله الزينه لازم يشاركوني بيها. الله اكبر، تعال انتوا تعرفون هذا، يعني وصل وامانه الي. انا ببغداد نسيته هناك بالشركه واجيت. انا شفت الصوره دنت نفسي، سياره وسخه، دقيت الباب وطلعت بولندي. اي اي ماركه هذني، اي ماركه هذني هذا. خلى بلطني، افتح لي اياه. قريتوهن قلبتوهن؟ قوي قوي. هذا مال وكاله دبي، هذا المنظف مال دشبول الملمع، وحق الله ما لحقت له. انه واي واي واي، وحق الله مو طبيعي مو طبيعي. وانا مال الجام مال هذا والله كانت مدبقه، والله كانت مدبقه. هذا تعرف شنو هذا شغله؟ هذا مثلا مشيت على السريع وصار هاي الحشرات وهاي، هذا تبخه اوكي، بس تطق بالماسحه تخليه ويا الزراقات، بس تطق بالماسحه وز. هذا شامبو، هذا شامبو، شامبو مال سياره. بعد اكو رغوه مال تايرات. اوه هذا خاف اليوم تعبي بنزين، اي خاف تعبي بنزين وبي يصير ماي او هاي، مجرد ما تذب هذا ينهيها. هذا خاص للاطارات. دعوفن عوفن، ودوهم ودوهم لللاند كروز، ودوهم طبعًا. هذا هم المنظف هم معطر فتحه، هذا كله وكاله بولنديه. طبعا طبعا، بالمناسبه انا هاي الوكاله شايفها بدبي اوكي، والله العلي العظيم ما كنت اعرف انه هاي الوكاله الولد، اعرف انه هاي الوكاله الولد عراقي اوكي، وبعد بالذات طلع ابن عمي حيدري. سالته قلت له اريد خصم المتابعين، نشرته وانا بغداد، قلت له اريد خصم المتابعين، فتعرف علي ما اعرف ايش اوكي، طلع ابن عمي قال يابا متابعينك يدللون، ناسك يدللون، فانت ليش هاي الفقريات؟ اشتري، ترى اكو قطعه ب 5000، اكو قطعه ب 12000، يعني هذا كله. اي عادي جمعه هسه هذا البيج اطب عليهم وتقلي. يلا خلي مال الوقود. تعال انا جايب من سيارتي، الله اكبر. مو قلت لك اطلب، مو قلت لك اطلب، والله رخاص يعني، وكاله وبولنديه وماركه وضمانتي انا اوكي، وهذا البيج هسه راح اخليه هنا. طب وشوف بالصفحه شنو يعجبك اخذه، قلهم من طرف سيد ولاء، بس قلهم من طرف سيد ولاء وانا بخدمتكم. حتى انا تخلى دبه ويتخلى هنا بابا، لا تصيروا المعدان. تريد بوكس في اي بي اوكي، طب قلهم ريد بوكس في اي بي، نفس منتجات سيد ولاء، لان انا ما اختاريت شيء اذا مو توب، يعني يعني في الشغلات كلها توب. شايف ذول اللي يشتغلون على الخط وغيره، وهاي هاي الجام يطق البق، والله اكو ماده من المواد مجرد ما يخليه بعد ما يوقف بي بق راسه ثاني يروح، بس يطق بماي بماسك دبشول. يلا عمي يلا، الدبشول 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 هذا بي ملمع خاص. والنبض شميته نكتهم؟ هذا شميته شنو مستخدمين من ذني يمكن؟